ينضم معنا عبر الهاتف أمين عام مجلس القضاء الإداري بديوان المظالم الشيخ علي الحيدب. شيخ علي صباح الخير، أهلا وسهلا بك معنا في اليوم. يسعد صباحك. صباح الخيرات، حياكم الله وأرحب فيكم وأرحب جميع الأخوة المشاهدين المشاهدات. الله يحييك. يعني لما نتحدث عن محكمة رقمية بالكامل، ماذا يقصد بهذا التحول وما هي أبرز التغيرات أيضا الناتجة عنه؟ شكرا لكم لإتاحة الفرصة للحديث عن هذا الموضوع الهام. قرار معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف بتحول المحكمة الإدارية بوادي الدواسر إلى محكمة رقمية يأتي كأحد مخرجات استراتيجية ديوان المظالم وما حوته هذه الاستراتيجية من التحول الرقمي الكامل لأعمال ديوان المظالم. وهنا أشير إلى نقطة مهمة إن أذنت لي، وهي أن جميع إجراءات القضائية، جميع الإجراءات القضائية في جميع محاكم ديوان المظالم تتم بشكل إلكتروني رقمي في جميع المحاكم، سواء على مستوى المحاكم الإدارية أو على مستوى محاكم الاستئناف الإدارية أو على مستوى المحكمة الإدارية العليا. تتم كل هذه الإجراءات أمام هذه المحاكم بشكل إلكتروني، ابتداء من رفع الدعوى وقيدها، ومرورا بتبادل المذكرات بين الأطراف، ومرورا أيضا بجلسات القضائية تتم أيضا بشكل إلكتروني عن طريق الاتصال المرئي، وأيضا ختاما بصدور الحكم القضائي واستلام النسخة التنفيذية. كل هذه الإجراءات تتم بشكل إلكتروني كامل في جميع المحاكم عن طريق منصة معينة إلكترونية. نعم. الجديد اليوم في هذا القرار أننا بدأنا بتحقيق مزيد من الأهداف الاستراتيجية، ومن أهم هذه الأهداف الاستراتيجية هي تعزيز كفاءة الإنفاق وتقليل التكاليف التشغيلية للمحاكم. اليوم هذه المحكمة الرقمية لن يكون لها مقر تقليدي وما كان عليه العمل سابقا. أيضا سنحقق المزيد من الأهداف، من أهم هذه الأهداف أيضا الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري، والعنصر الأساسي في العملية القضائية هم القضاة. ولذلك مجلس القضاء الإداري وضع معايير ونصاب للعمل القضائي لكل قاضي. نستطيع الآن نستفيد من قدرات القضاة وخبراتهم في العمل في أكثر من محكمة حسب النظام، حسب النصاب القضائي، بما يحقق سرعة الإنجاز وتحقيق جودة المخرجات القضائية، بما يحقق رؤى وتوجهات ديوان المظالم الاستراتيجية. جميل. طيب هل يعني ستقدم المحكمة الرقمية كافة المعاملات، أم أن هناك بعض الحالات التي يعني من الممكن الرجوع إلى المحاكم الإدارية؟ وكما ذكرت أن جميع الإجراءات القضائية في الوقت الراهن ومستقبلا أيضا ستكون بشكل إلكتروني كامل عبر سحب التقنية، يعني لا يحتاج أي متقاضي اللجوء إلى مقر تقليدي لتقديم خدمات قضائية. كل الخدمات القضائية الآن وسابقا حتى تقدم عبر منصة معين الرقمية التابعة لديوان المظالم. نعم. طيب شيخ علي، يعني الحديث عن أيضا المحكمة في وادي الدواسر، لماذا تحديدا هذه المنطقة، وأيضا ماذا عن بقية المناطق؟ التحول الرقمي لأعمال ديوان المظالم يتم وفق إجراءات محوكمة وفق استراتيجية ديوان المظالم، وهناك معايير متعددة من أهمها عدد القضاة وعدد الموظفين وعدد القضايا ووزنها بالتكاليف التشغيلية لكل محكمة. إذا جمعنا هذه المعايير خرجنا بمخرج نستطيع من خلاله أن نحدد المحكمة التي سيتم التحول الرقمي لأعمالها والاستغناء فيها عن المباني التقليدية. نعم. شكرا جزيلا لك أمين عام مجلس القضاء الإداري بديوان المظالم الشيخ علي الحيدب. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم جميعا. شكرا.